Savunma Haber sunar. فإنني أستغل هذه المناسبة لأتقدم بالشكر والتقدير والقائمين عليه الرحمة لشهداء الثورة السورية الشفاء العاجل حسن حمادي نائب وزير الدفاع قوافل العز تزهو في مراضيها تأبى النفوس دنيء العيش في صلف تسمو وترقى اعتزازا في مراميها ها السورية للتحرير فليتفضل مشكورا أهلا وسهلا بكم في دياركم وبين أهلكم في مدينة بزاع في لقاء يتجدد دائما على ربوعها في كل مناسبة واستحقاق ثوري إن من دواعي افتخارنا واعتزازنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين كيف لا وقوى الشر موغلة في إجرامها ماضية في ظلمها سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص عليكم لعنة لن تنقضي حتى يحين النصر والميعاد خسئ الظنون كلا نموت بقتلنا فالأوفياء لدماء شهدائنا لله بعنا والعظيم قد اشترى أرواحنا باتت عليك وبالا فاحشد من الإنس الحشود وجنها واغفر بخير واجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير بكلمات صادقة وقلوب ضارعة نتوجه إلى الله عز وجل أن يكون الإعلان عن هذا التشكيل مناط خير لثورتنا المباركة والشكر كل الشكر لحضوركم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوكم معتصم عباس أبو العباس قائد جبهة السورية للتحرير طبعا هذه الجبهة شكلت من اندماج خمس فصائل على مستوى الساحة الثورية السورية فرقة وتتألف من فرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه وفرقة المعتصم وفرقة الصقور الشمال والفرقة 20 هذه الفصائل التي قدمت الكثير من الدماء في تحرير الأراضي الآن المحررة الآن من درع الفرات وأيضا غصن الزيتون ونبع السلام واندماجنا اليوم يجهزنا إن شاء الله لتحرير باقي أراضي سوريا الحبيبة بإذن الله تعالى ومن فوائد هذا إن شاء الله هذا التشكيل رفع قدراتنا العسكرية والتنسيق الكامل من خلال غرف العمليات والأركان التي شكلت في هذا التشكيل الجديد إن شاء الله وسوف نقوم بإذن الله تعالى ضرب الخلايا الإرهابية الموجودة في المناطق المحررة من بيكيكي وداعش ومن سوى لهم النفس في الضرر في مجتمعنا وفي بلدنا بإذن الله تعالى